السلام عليكم احبائي واعزائي مشاهدي قناة جوار السويس، كل التحيات الطيبة لحضراتكم. مع اقتراب قفل موسم الصيد، ناس كتيرة جدا بتحب تطمن السوق فيه ايه، ممكن يجي يخزن ايه، ممكن يشتري ايه، على اساس ان هو ممكن يقعد معاه فترة كبيرة من الشهور، لان تعرفين من شهر 5 لشهر 9 ده غلط. ان شاء الله هنستعرض النهاردة الاصناف اللي ممكن حضرتك تعمل لها تفريز وتحتفظ بجودتها، وفي نفس الوقت تكون فاتحة خير عليك انك انت ما تشتاقش للسمك او ما تحسش ان السمك هرب منك. ده فرش ان شاء الله هستعرضه لكم الاول. بسم الله ما شاء الله. تشكيلة متميزة. وهو حسام، ازيك يا حسام؟ الحمد لله. حسام دايما يعني متألق ودايما بيعرف يصطاد الزبون بطريقة لبقة ومؤدبة بالمنتج. المنتج هو اللي بيجيب الناس. انا عارف حاجة، هي المنتج هي اللي بتجيب الناس. بتروح القاهرة الحمد لله؟ اه الحمد لله. كل جمعة؟ كل جمعة بطمنكم، كل جمعة بنروح لكم ان شاء الله لمناطق مدينة نصر والتجمع الخامس ومترو الزهراء والمعادي الشيخ زايد اكتوبر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. باذن الله. ازيك يا حبيبي؟ طبعا الموسم خلاص، خلاص على ابواب خلاص. ما انا بقول النهارده الحلقه بتاعتنا النهارده ازاي الناس تستفيد. بص، في اصناف انا عارفها منشن عليها، ازاي تفرزها كمان. هو بص، هو النهارده عماد، النهارده يعني فاضلش الا ايام معلومه والبحر يقف ان شاء الله. يا رب ما يقفل دلوقتي لان الدنيا غاليه، يسيبوه شويه. لا، ما مش هتبقى حلوه لينا احنا. طيب، بياعين وكسبوه. اه طيب، عشان حاجه تبقى قليله يا جماعه والحاجه غاليه. هنبدا بالشعور، احجام من 2 ل 6 ل 5، من 3 ل 4، من 3 ل 4 كيلو يا جماعه. ده سويسي مش غردقه، ده سمك سويسي مش غردقه، سمك سويسي يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. طبعا قول لي يتفرز ولا ما يتفرزش؟ الشعور من نوع ان هو يتفرز ما يقعدش كتير، ما يقعدش يعني شهرين. شهرين، شهرين يا جماعه. بتنضفها انت طبعا عندك؟ اه، بتنضف وتشال منها الدم كله وتصفي ميتها وتحط فيه طبق فوم وبالستريتش وتحطش على الفريزر. وست البيت وقت ما تستلمه مني يعني، او بعد ما يجمل تحطه في الاطباق، تطلعه تحطه شنط بلاستيك وورق جرايد وتحطه تاني، يقعد معاك شهرين. ورق جرايد؟ اه. عارف ورق جرايد ليه؟ اشمعنى؟ لا لا لا، انا هقول لحضرتك. انت اولا امنت السمكه حطيتها في فوم وستريتش وكيس بلاستيك. لا، تجمد الاول وبعد كده تحطها في كيس بلاستيك وبعد كده الجرايد، لان الجرايد عليها رصاص، ورصاص قاتل للبكتيريا والجراثيم. دي معلومه يا جماعه. ليه بيقول لك تفرشها بورق جرايد؟ اشمعنى الجرايد؟ لان الحبر بتاع الجرايد فيه رصاص، هو بعيد عن السمكه. ايوه طبعا، ده بعد ما اتجمدت لفها في ورق جرايد وحطها في الفريزر. نطمن عليها انها ممكن تتعمل جزل. تعمل جزل، مقلب، طواجن. تمام، بكم السعر يا ترى بقى؟ النهارده ب 200. ب 200 يا جماعه. وهنعمل وجبه باشمهندس عشان خاطرك ب 190 بس. ب 190 بتاع السويس. في يا جماعه، انتوا عارفين ان في شنقان وفي اللي هو بر الخليج وبتاع الغردقه وبتاع السويس. مية السويس ممتازه جدا الحمد لله. الصدف؟ صدف ده السمك يا حسام. اه، سلف وبيزل وتعمل فيليه. والسعر بتاعه عشان خاطر جوار السويس ب 100، انا بيعه ب 110 والله، عشان خاطر باشمهندس 100 جنيه بس. يا جماعه اللي هو بس يقول له، بس طلع له كلمه السر. ايوه، مشترك جوار السويس. هو حسام كده كده كويس مع الناس، بس بزياده مع مين؟ مع جواهر السويس. طبعا الصدف قلنا يتسلخ وتعمل فيليه، ما خش خد اللحم بتاعها بقى في كل الطرق، ويعمل شوربه صياديه. اه جميل. اللي عايز ربع الاحجام الصغيره يا جماعه، اللي اصغر من دي اللي هي تقريبا دي كده، تعمل صياديه، تعمل فنجاري، تبقى جميله جدا كل حاجه.
يبقى انت عشان خاطر قناه جمال السويس قلت 100 جنيه. نخش بقى على التين والهامور العملاق، بيبلع السمكه الكبيره يا جماعه، سبحان الخالق الوهاب. بص الايد تخش زي ما هي، يبلع الايد يبلع. والله انا شفته بلع سمكه، لا دي صغيره اقسم بالله، بس عشان هي طبعا عضلاتها نشفت، بيبلع سمكه قد دي، شفتها بعيني في فيديوهات. طبعا الهامور سمكه ممتازه جدا، بيسموها التوين، هي برضو بتتسلخ يا حسام، تعمل فيليه، تعمل فيليه. لو مثلا حد غاوي قوي بيعمل شوربه صياديه ما بتتسلخش، تقطع زي ما هي، تقشر وتقطع زي ما هي. لا والدماغ بتاعتها مليانه اللحم الاصداغ، الاصداغ بتاعتها يا جماعه، يعني تاخد شوربه هي دماغ كبيره بس كلها ايه؟ كلها لحم. عشان احسن اقول لك ايه؟ يا عم الدماغ كبيره. مش كبيره يا باشمهندس، يعني انت بص كده. بص يا جماعه، انا عايز اوريك النضاره بس بتاعت السمكه. بسم الله ما شاء الله. مفرغه من جوه. الحكايه كلها يا جماعه ما فيش غير الصدفه دي بس، لكن ده اللي تترمي. ده اللي تحت. اللي تحت ده. شايف كده؟ دي اللي تترمي. ده والباقي كله لحم. اما ده لحم اهو. لحم. جميل. انا دايما بحب اللون ده يا حسام. الله. الله. دي 2 كيلو دي تقريبا؟ دي 3 ورب. جميل جميل. ده الله. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، العين ما العين بتفضح اي سمكه. طبعا. صح؟ طبعا. السمكه من عينيها هي عنوانها. طالما السمكه عينيها بتبرق وظبط عليها بيزحلق ايدك كده، خدها وانت مطمن. وبعدين الخياشيم بتاعتها من غير بص الله شد نفسها، مش متنيه قصدي، مش عايز يقول مرخيه. بص الديل بتاعها مرفوع ازاي؟ شفتوا يا جماعه السمكه الدرجه بتاعتها في الجوده اهي اهي، وتحطها هنا عشان نشوف العين تاني. انا بقول حبايبي ليه؟ لما تيجي تشتري انت بتدفع فلوس، وسمك مش رخيص الايام دي، فانت دايما دقق على جوده السمكه عشان ما يبقاش خساره فلوس وخساره طعم سمكه كمان. هي كده الفرق بين الحلو والوحش 20 30 جنيه. برافو عليك، برافو عليك. يعني انت مثلا وفرت 100 جنيه في سمكيه مثلا 8000 جنيه، وفرت 100 جنيه رميت ال 900 جنيه. صح كده. خد السمكيه اللي عينيها بتبرق، الظبط عليها بيزحلق ايدك كده، بص زي ما يكون غرة. وبعدين خد الحاجات المتوسطه هي احلى حاجه. دي اكل ودي اكل. بنتكلم على التفريز، اظن دي احسن سمكه نموذج. اعمل فيه وشيلها معاك سنه مش كده؟ سنه ولا اجرى لها حاجه. بطريقه التفريز اللي انت قلت عليها، تتغسل وتنظف وتنشف ميتها وتحط في ورق فوم وستريتش. تجمد الاول في الاستريتش في المطبخ، وبعد كده بعد ما تجمد تطلعها تحطها في شنط تايلر، وبعد كده تحطها في الجرايد وشيلها يا رب يكون سعرها حنين. حنين. لا بشاور له كده يا جماعه. لا النهارده بوط المزارع بكام؟ النهارده بوط المزارع ب 90 جنيه. ما يتاكلش بصراحه. ما انا اقول يا حسام، السمكه الكبيره غير الصغيره. انا بصرح معاك. خد بالك بقى، دول بسعر وده بسعر. الله ينور، ده سعر يا جماعه. ده بسعر وده بسعر. والهوبر دي يعني دي اقل الصغيره فيهم 17 كيلو. دي تقريبا تخش على 20. 22. طب ما تخلينا حنينين عشان الناس تعرف تخزن. بفضل الله انا حنين. يعني انا بقول لك معلومه اهوت وانت كده عارفها، الشبار النهارده 90 جنيه. مزارع. معلش اقولها، ماء راح وجه ومزارع. وانت عارف اضراره ايه؟ لما اخد انا سمك كيلو من ده ب 140 جنيه. 140 جنيه. لما اخد سمك ده كيلو ب 140 جنيه مش هتلاقي عندي اي حد السعر ده يا باشمهندس. ماشي. بص ده تاني 150 160 ده بقى. 220. طب بصراحه يا جماعه انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على الجوده. شوف انا خدها من لساني. الجوده اللي بتتكلم. الجوده اللي بتتكلم. يبقى هنا 220 وده 140. وخد وفرز وخزن لعزوماتك بقى. يعني دي مثلا لو 22 كيلو 17. لا لو فيليه، احنا بنتكلم فيليه. لو فيليه لحم صافي 11. لا هتصفي 13. لان ده عريضه. بص كده مش رفيعه ومسحوبه. لا بص لغايه الديل عرض ايه. دي سمينه.
يعني 22 كيلو تصفي 13 مرتاح 13 ونص من غير الدماغ وغير العظم. الدماغ احنا هنفرغ بس الدماغ العظم الدماغ والسلسله بيبقى فيهم لحم تعمل شوربه يا جماعه هنفرغها هيبقى مع اللحمه 13 كيلو لحم صافي ان شاء الله ان شاء الله انا شايف كيلو لحم وصفي معاك واقف بكام ما يقفش معاك ب 200 جنيه يعني من اقل من اللحمه اللحمه النهارده 305 320 330 الفانوس الفانوس ده ب 180 180 ونيجي بقى على معشوقه الكل كل الناس بتحبك يا مرجان يا ابو اتب يا اللي بلع السنار ما بيجي سنار بكام يا حسام ده؟ بتباع في السوق 250 220 انا عشان خاطر انت يا باشمهندس ب 190 190 يا جماعه مرجان زيت وليمون اللهم صل على النبي جميع الاحجام موجوده جميع الاحجام في الكميات كل حاجه موجوده خش بقى على الرقد الرقد دي غير هي ولا دي ابيض لا لا هي هي بس عشان صغيره بس الرقد ده يا جماعه في الشوربه ويا ترى بطرخ ولا مش مطرخه بيقولوا كلهم بطرخه يا جماعه بطرخه دي بس اللي مش مطرخه يا يعني جماعه النهارده ما تاخد الرقد وتعمل له شوربه صياديه حمراء او بيضة خرافه يا حسام بكام الكيلو فيها؟ 90 بس 90 جنيه الرقد ونيجي بقى على القروش القروش بقى تتفرز وانت مرتاح ليه؟ لحمها شرط لما تكون صحي لو تكون طازه قصدك ما فيهاش ريحه النشادر لو حطيت لو خزنتها وفيها 3.1 نشادر هتتفرز هتبقى 50% نشادر هتبقى 100% هتبقى في 100% شوف الوان الطيف يا جماعه شوف اللون الاحمر على الازرق الوان الطيف بكام فيها الكيلو يا حسام ب100 يا جماعه هتسلخ وهتقطع جزل وهتقلي هتعمل شوربه هتعمل مدفونه انت وراحتك عندي دراك يا باشمهندس بس واحد خلو الدراك بص العين بص اللون الصوره اللي فيه ما احنا اتفقنا يا حسام ما تاخدش سمكه عينيها مغشلقه ولا مغشلقه او فطسانه لجوه بص فطسانه لجوه دي راحت منك من بدري بص السمك عامل ازاي اللهم صل على النبي كنت بتبيع الكيلو فيها بكام؟ 150 150 ده دراك يجي بقى على الدراك بتاع الكنال يا جماعه بتاع العنبك مش بتاع هنا لا ده بتاع العنبك بتاع العادي ده ب 110 120 120 ده العنبك اللي بيرفع جمبري يا جماعه بصراحه هو احجام لكن هو لما يجي يبيع هيحط لك هيغرف لك ولا لا انا لو خد ده لوحده لا انت عشان انت جيت لي يا باشمهندس قلت لي عايز اعمل فيديو انا حطيتهم لك كده احنا لسه اهو لسه ما نقطناش لكن لسه ما نقطش لسه يعني مثلا بيعملوا يا جماعه حجمين مثلا ثلاث احجام يعني ده كده ادي حجم وادي حجم وادي حجم بصوا يا جماعه والصغير ده خالص حجم ادي ثلاث احجام يبقى ادي سعر وادي سعر وادي سعر وادي سعر وانت وسعر ده بنحدد يا جماعه ايه عدد في الكيلو هو العدد عدد في الكيلو بكام بكام الجميل ده بص يا باشمهندس ده هيعمل حوالي 18 واحده في الكيلو ده ب 500 جنيه 500 جنيه اللي هو 18 من 17 ل 18 تمام اللي هو ده اللي هو ال 20 22 ب 450 تمام اللي هو الاقل منه 300 وكام ده اللي هو ال 30 واحده ده ب 360 جنيه والصغير ده ب 250 تقريبا ب 260 جنيه 260 كده يا جماعه انا اديتكم وجبه على تعريفيه على اساس انك انت قبل نهايه الموسم تعالى جمبري ده بقى اظن يتخزن معاك ست شهور برضه طريقه ليه طريقه الطريقه لا لا طريقه خاصه ليه طريقه ثانيه خالص يعني عندك حطيته في الطبق طلعته في الطبق على سيفه كده طلع عرق الرمله الاول طلعت عرق الرمله الجمبري ما يتعنش في الفريزر وعرق الرمله فيه عرق الرمله ده بيقرقش اهي باينه خالص اهو عرق الرمله اهو بصوا يا جماعه طريقه تقطيع عرق الرمله بصوا يا جماعه على الاقل من مهر اقل من مهر بصوا 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 بص. هو ده هاتوا على ايدي بقى هو ده يا جماعه بيقرقش بيبوظ لك طعم بص بقى البطروخ بتاعها البطروخ بتاع الاصفر الجميل ده يا جماعه ده البطروخ لكن انا بركز على انك انت لازم تتخلص من عرق الرملة ده أو أنبوبة الرملة أو المصارين بيبقى كلها تراب وكلها قرقشة بص يا باشمهندس ده هترصه هترص على في الطبق كده في الطبق لو أنت هتخزنه
انا مثلا اخدته من التاجر مثلا محطوط في الفريزر او متفرز, او انت خد خلينا الوقت انت خدته فريش من عندي هترصه في الطبق سيبه ما تحطوش في ستريتش, سيبه يجمد في الطبق من غير ستريتش, من غير ستريتش يتجمد. دي طريقه جديده دي يا جماعه, دي طريقه الجمبري اللي تقعد معاك 5 شهور 6 شهور تدخله بترصه في الطبق وتخش يتجمد بعد ما يتجمد خلاص يتجمد 100% انت تسيبه يوم واحد تلفه بالستريتش, ترش عليه شويه ميه, رش عليه شويه ميه كده شويه ميه طرطشه كده يا جماعه ليه؟ لان بيروح عامل عليه طبقه من التجميد والميه يروح عامل عليه تجميد من فوق كمان ولف في الستريتش وحطه في كيس نايلون لو انت هتاخد كميه, وحط الكرتون الكراتين اللي عليه كراتين بتاعت وقعدها معاك سنه كده. يا جماعة احنا خدنا من الفيديو ده شوية معلومات ازاي تفرز جميع انواع الاسماك وخاصة الجمبري بطريقة جديدة كده. الله يخليك كده يا جماعة, بقول لكم سعدت بكم وسعدتم كلنا سعدنا باسماك اللوتة. حسام دايما منور ودايما متألق في القاهرة ان شاء الله. بقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.